ميرسي يا زاك. انا سعيد جدا بالتعرف عليك ادون سامحون. تصبح على خير ادون سامحون. في حاجه يا زاك؟ بس ارجو انك ما تفهمنيش غلط. في ايه؟ انت نفسك قلت ان الحظ ساعات بيروح ويجي، فانا يعني انت محتاج فلوس ايزاك؟ مبلغ بسيط وهرده بعد اسبوعين، ويمكن قبل اسبوعين كمان. كفايه كده؟ انا مش عارف اشكرك ازاي. اشكرني بانك ما تخسرهمش بسرعه يا زاك. ميرسي ميرسي خالص. تصبح على خير. مع السلامه.